السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نموذج لغوي نزل قريب والناس كتير بتقول ان هو قوي، مستر رال. تمام، ده هنجربه من خلال الموقع اللي انا هسيبه لك. هنا الموقع ده بيديك ان انت تستخدم كذا نموذج لغوي اوبن سورس، فهاجي هنا وابدا اساله اي سؤال انا عايزه. مثلا، هل اليهود في اسرائيل كلهم ليهم نفس الجينات؟ فقال لك لا، ده دي اسطوره كذبه معينه، لكن ما فيش حاجه علميه بتاكد الكلام دوت، ده كلام غير صحيح. لذلك الدي ان ايه، تحليل الدي ان ايه ممنوع في الكيان. تمام، ممكن تجرب بقى تساله اي اسئله، وبالذات بالانجليزي. هو لغايه دلوقتي العربي بعافيه شويه، فيكون الافضل ان انت تساله بالانجليزي. لكن على العموم هو من ضمن النماذج اللغويه القويه اللي تبقى قريبه من شات جي بي تي 4. محتاجين ان احنا نستخدمه بس كتير، لان هو مثل ان هو اوبن سورس، فهيديك اجابات قويه ان شاء الله، ومش هيتقفل. يعني شات جي بي تي نزل فترة وبعد كده بقى مقفول، او الابديت اللي بيحصل مقفول، لكن هنا اوبن سورس تقدر انت تستفاد منه. تقدر تدخل على مواقع كتيرة تحمله عندك وتبدأ ان انت تدربه على الكلام اللي انت عايزه، وتديله كل الكتب مثلا العربية والاسلامية، ويبقى جاهز ان هو يجاوب. ممكن حتى تديله كل الكتب مثلا التعليمية، بحيث تحدد انهي فصل دراسي ويجاوبك بما يتعلق بالمنهج ده. فكويس جدا ان احنا نعتمد على النماذج اللغوية الاوبن سورس.